بالنسبة للعقوبات التي تم إصدارها في حق المولودية الوجدية، العقوبة ضرورية على اعتبار أنه ماشي موقع والوقع، ووقع شيء كثير، ولكنها كما كان الحال كانت قاسية اعتبار الظروف الخاصة التي مرت فيها فريق المولودية الوجدية من ترحاله في الشطر الأول من الشق الأول. كنا نأمل أن في الشق الثاني نحظى ببعض الاستقرار وببعض دعم الجماهير ديالنا، فإذا بنا الآن نفاجأ بأننا غادي نلعبوا 5 ديال المقابلات ويكلو، يعني هي نهاية البطولة. حنا كنتكبدوا واحد العناء ديال السفر ومصاريف ديالنا كثيرة أكثر من غيرنا من الفرق، يمكن حنا وبركان وحسنية تقادير هما اللي بعاد، وكنتكبدوا المصاريف ديال السفر أكثر من غيرنا. فنطلب من المسؤولين عن الشأن الكروي أن يندوروا أن يأخذوا بهذه المعطيات بعين الاعتبار. بالنسبة للشق ديال تغريب مولودية الوجدية ولا تكبيدها مصاريف ديال الأضرار المادية التي لحقت بالمركب الشرفي وجدة، هذا كان قاسي جدا على اعتبار أن الفيديوهات اللي تتناقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تثبت يعني جليا على ان ماشي غير الناس ديال وجده هما اللي ارتكبوا، بالعكس يمكن هما ارتكبوا الشغب اكثر من التكسير. وبالتالي نطلب من الجهات المختصه انها تراجع قرارها في هذا المجال.